اهلا وسهلا بيكم في جيمز تو ايجيبت. هيلو انفنت واحده من اهم حصريات مايكروسوفت القادمه على اجهزه الاكس بوكس والبي سي. طبعا سلسله هيلو غنيه عن التعريف وليها فانز كتير جدا على مستوى العالم كله مش في وطننا العربي فقط، والفتره دي من السنه بتبقى موسم العاب الشوتر، وشهدنا الايام اللي فاتت نزول لعبه باتل فيلد 2042 ولعبه كول اوف ديوتي فانجارد. وزي ما بيتقال بالمصري ضربه معلم، فشركه مايكروسوفت عملت ضربه المعلم دي ونزلت لعبه هيلو انفنت المالتي بلاير قبل لإصدار هيلو انفنت السنجل بلاير. وان هم ينزلوا اللعبه في التوقيت ده بالذات فمعناه ان هم فعلا بداوا يفكروا اوت اوف ذا بوكس، وفي نفس الوقت ده نابع ان مايكروسوفت عندها ثقه في البرودكت بتاعها وواثقه ان هي هتقدم تجربه مالتي بلاير اللي كان بيدور عليها الجيمرز من زمان. فتعالوا مع بعض نستعرض لكم تجربتنا للعبه هيلو انفنت المالتي بلاير ونقول لكم انطباعاتنا ومراجعتنا السريعه للعبه، وهل تقدر هيلو انفنت ان هي تتفوق على باتل فيلد وكول اوف ديوتي؟ ده اللي هتعرفوه في الفيديو ده. معاكم كينج من Games to Egypt، ويلا بينا. تم تجربة اللعبة على البي سي وتحديدا على منصة ستيم، بس اللي لسه ما نزلش اللعبة يقدر ان هو يحمل اللعبة اما عن طريق ستيم او عن طريق مايكروسوفت ستور، وهسيب لكم السيستم ريكويرمنتس تحت في الديسكريبشن. تعالوا على طول نخش في المميزات اللي بتقدمها لنا هيلو انفنت. هيلو انفنت هي تجربة اونلاين تنافسية مميزة بتساعدك على الاستمتاع في اقل فترة ممكنة. في هيلو تقدر انك تخش 3 ماتشات وتنتهي منهم في اقل من 20 دقيقة، وهي دي السرعة اللي انا كنت بدور عليها من زمان. بتقدم لك اللعبة نمطين، الاول وهو الاربعة ضد اربعة، تبقى الخرائط بتبقى صغيرة نسبيا مع وجود اوبجكتيفز لازم انك تعملها عشان الفريق بتاعك يفوز. والمودز الموجودة هي السلاير وكابتشر ذا فلاج وسترونج هولد وتوتال كنترول. والمودز دي تقريبا احنا معتادين على الشكل ده في العاب الشوتر التانية. وفي كمان مود حلو جدا وعجبني قوي اللي هو البيك تيم باتل، وده اللي بيضم 24 لاعب في خريطة واسعة جدا تقدر تستخدم فيها عربيات وبتركب اسلحة قوية جدا، ودي فعلا كانت حاجة ممتعة. وكانت السواقة صعبة نسبيا بس انا حسيت انا اتعودت عليها ما خدتش وقت كبير، فده كانت حاجة ظريفة الحقيقة. تعالوا نبص للجيم بلاي بتاع اللعبه، ودي كانت اكتر حاجه ممتعه ومسليه فعلا في اللعبه، ان اللعبه الجيم بلاي ميكانكس بسيط قوي قوي قوي، يعني فكرني بالعاب زمان، حسيت ان انا بلعب لعبه اولد سكول شوتر. والبساطه دي بتتلخص انك بتنزل الجيم معاك سلاح بينزل لك راندوم، وانت عليك انك تلاقي اسلحه تانية، او لو السلاح اللي جالك راندوم ده كان سلاح مميز فتقدر انك تستخدمه في الجيم بتاعك، ومع الوقت انت هتحترف الاسلحه بسهوله ومش هتاخد منك وقت كبير. وطبعا كالعاده عليك ان انت تقتل اكبر عدد ممكن من الانميز وتحديدا توصل للسكور 50. تعالوا نروح لتصميم الاسلحه. تصميم الاسلحه ما خرجش من شكل اسلحه هيلو المعتاده اللي انا بسميها شكل السلاح الفضائي، وفي نفس الوقت انت حاسس ان هو سلاح بسيط، يعني هو الشكل بتاعه مختلف لكن الفاير باور بتاعته كانها اسلحه عاديه جدا احنا معتادين عليها. والميزه هنا ان الاسلحه تقريبا كلها كويسه جدا، انك فعلا لو ضربت الانمي اللي قدامك ضربه مظبوطه ممكن تقدر تجيبه من وان هيت كيل، بس اهم حاجه تكون دمرت الشيلد بتاعه. تعالوا بقى نتكلم عن الاسلحه الميلي. الاسلحه الميلي في اللعبه دي تعتبر من احسن ما يكون، وفي نفس الوقت الاسلحه هتحس ان هي ايبك، ده غير قوتهم الكبيره اللي فعلا بتقدر ان هي تساعدك على مواجهه الانميز جوه الجيم. المميز برضو اثناء الجيم ان في تولز محطوطه جوه الخريطه بتساعدك بشكل غير طبيعي، زي الاكتيف كامو ودي اللي بتخليك تختفي لمده زمنيه قصيره، والاكسترا شيلد اللي بيبقى بيحميك فوق الشيلد بتاعك، والاهم ده كله الجرابلنج هوك. فعلا ده مهم جدا جدا في مجريات اللعبه، وبعدين بيحسسك بحريه اكتر في الخريطه. تعالوا نتكلم بقى عن تصميم الخرائط. الخرائط في اللعبه دي بسيطه جدا برضو مش معقده، وتحسها ان هي لينير. ممكن يكون ده ميزه وعيب. ميزه ان الخريطه تحس ان هي معموله بالظبط عشان تخدم الهدف الجيم اللي انت بتلعبه، وفي نفس الوقت تحس انك ما بتجيش في حتت وتقف، يعني على طول الماب شغاله معاك، تقدر تنط من هنا لهنا وتستكشف هنا وهنا بمنتهى السهوله زي زمان زي العاب ميدل اوف اونر القديمه. ففعلا الموضوع ده كان حلو جدا جدا، لكن العيب الوحيد ان الخرائط نفسها قليله، بس ده عيب مؤقت وانا واثق ان هيحصل ابديتس قدام في المستقبل مع انطلاق اللعبه بشكل كامل. اكيد في اهتمام اكبر هيحصل بالعمل. اللعبه وللاسف
زي كل الالعاب حاليا في الفتره احنا عايشينها دي فيها الباتل باس. الباتل باس معروف في العاب كتير جدا انك لما بتشتريه او لما بتفتحه بيفتح لك سكنز وايتيمز ثانيه مش موجوده للي معهوش يدفع. انا شخصيا واحد من الناس ضد السياسات دي في الالعاب، بس هتكلم عليها بشكل عملي. وتحس ان وجوده في اللعبه مجرد ان مايكروسوفت عايزه برضو تلم شويه ارباح من ان هي نزلت اللعبه فري. انا مش هقدر الومهم على كده، ده حقهم، بس انا رايي الشخصي انا ما بحبش فكره الباتل باس وما بقتنعش بيها الحقيقه. تعالوا بقى نتكلم عن الجرافيكس ومتعه الجرافيكس. هل هيلو انفنت قدمت لنا تجربه رسوميه قويه؟ مش هقدر اقول ان تجربه هيلو الرسوميه من اقوى ما يكون، ولكنها لسه محافظه على طابع هيلو الجميل، وفي نفس الوقت ان اللعبه انسيابيه، وده ان دل فيدل على اوبتمايزيشن محترم جدا 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 للعبه هيلو، واللي بتحس ان الجرافيكس اللي انت شايفه قدام عينيك اوبتمايزد على احداث الجيم بلاي، فده في حد ذاته يعتبر حاجه جميله جدا. لكن اللعبه مش موجود فيها جرافيك اوبشنز كتيره، ما كانش موجود RTX، ما كانش موجود DLSS، ولكن بمنتهى الامانه انا شايف انها مش محتاجه اي حاجه من الحاجات دي خالص، المهم يكون جهازك من ضمن السيستم ريكويرمنتس للعبه. وبرضه عشان ما تقلقوش، انا من وجهه نظري اعتقد ان السنجل بلاير كامبين اللي هينزل ان شاء الله، اعتقد ان جودته الرسوميه هتبقى اعلى بكتير من جوده المالتي بلاير، وده طبيعي جدا نظرا ان الجرافيكس لازم يقل في مالتي بلاير عن سنجل بلاير. وزي ما اتكلمت عن الجوده الرسوميه فهتكلم على الجوده الصوتيه. انا واحد من الناس بهتم جدا بصوت السلاح، صوت الطلقه لو ما كانش مظبوط بحس ان في كونفليكت بيحصل ما بيني وما بين اللعبه. لازم احس ان كل سلاح مختلف عن التاني، ورد فعل السلاح مختلف عن التاني، وكمان تاثير السلاح لازم يكون مختلف عن السلاح التاني. فهيلو الحته دي اهتموا بيها جدا جدا، وقدموا تجربه صوتيه ممتازه ممتازه. اللي ما جربش اللعبه فعلا لما يجي يجربها هيحس قوي بالموضوع. اتكلمنا عن المزايا اللي قدمتها لنا هيلو انفنت، فتعالوا بقى نتكلم على شويه العيوب اللي انا واجهتها وانا بجرب اللعبه. المحتوى الحالي الموجود في اللعبه دلوقتي ما يعتبرش محتوى كبير، هو محتوى بسيط وصغير، بس في نفس الوقت انا واثق ان المحتوى ده هيكبر جدا في المستقبل. يعني حاليا في 10 خرائط بس، من ضمنهم 3 للبيك تيم باتل اللي احنا قلنا عليها قبل كده، و7 للخرائط العاديه. بس استوديو 343 اي وعد انه هيقدم خرائط اكتر من خلال السيزونز اللي جايه للعبه. الباتل باس، وزي ما اتكلمنا عن الباتل باس، فهو كمان من ضمن عيوبه ان انت بتلفله بصعوبه غير طبيعيه، لازم تعمل مشينات كتير عشان خاطر تبدا تعلى في الباتل باس، وده برده معتاد، بس ما حسيتوش ان هو معتاد في لعبه شوتر. يعني انا شخصيا ما اهتمتش بالباتل باس اطلاقا، وكنت مهتم اكتر ان انا اخش اقضي وقت لذيذ واستمتع بكام جيم العبهم، مش اكتر من كده. الاداء التقني على البي سي انا ما واجهتش اي مشاكل خالص، بالعكس كانت اللعبه سموث جدا وكانت ممتازه. والحقيقه ما جربتش اللعبه على الاكس بوكس سيريس اكس ولا اس، بس اللي انا قريته ان اللعبه بتقدم لك الكواليتي مود والبرفورمانس مود، والغريب بقى اللي انا سمعته برده ان على الكواليتي مود والبرفورمانس مود بيشتغلوا على 1080p، والكواليتي مود بيديك 30 فريم في الثانيه، لكن البرفورمانس مود بيديك 60 فريم في الثانيه، مع هما الاثنين نفس الريزولوشن بالظبط. والشكوى اللي انا شفتها من الناس اللي لعبت البري الفا للعبه كانت بتقول ان اللعبه كانت بتدعم 120 فريم حتى على اجهزه الاكس بوكس سيريس اس، فانا شايف ان ده هيتحل برده في المستقبل مع نزول ابديتس للعبه. تعالوا بقى نسال سؤال جميل جدا، هل انا انصح بتجربه هيلو انفنت؟ طبعا طبعا، ومن غير اي تفكير لازم تجربوها، ان اللعبه متوفره فري وحجمها كمان مش كبير في ظل المساحات الخزعبليه اللي موجوده في الالعاب دلوقتي. مش عايز اتكلم طبعا عن كول اوف ديوتي و100 جيجا بلس والحاجات دي، لا انا بنتكلم في لعبه مساحتها 25 جيجا بكتير، وفي نفس الوقت لو عايز تقضي وقت لذيذ مع اصحابك ولعبه تنزلوها بسرعه وتستمتعوا بيها، ففعلا لعبه هيلو انفنت تجربه مثاليه جدا 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 في الوقت الحالي. اما بقى عن سؤال الحلقه، هل فعلا هيلو انفنت قدرت ان هي تطيح بباتل فيلد وكول اوف ديوتي؟ في الحقيقه مفيش اجابه محدده على السؤال ده، ان كل لعبه مختلفه عن الثانيه، وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، فيديو جيمز اذواق. انت واحد من الناس ممكن لعبه زي باتل فيلد ما تعجبكش وتحب كول اوف ديوتي، والعكس صحيح. لكن هيلو انفنت كلعبه فري فالموضوع مش محتاج فيه تفكير كتير، هي لعبه فري موجوده، نزلها جربها، وحشه امسحها، حلوه استمتع بيها. ودي كانت مراجعه سريعه جدا جدا عن هيلو انفنت، واللي انا برضو بنصح تجربتها، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. وفي الديسكريبشن هتلاقوا موقع ستورز جيمز تو ايجيبت ورابط لصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في خير وسعاده، كان معاكم كينج من جيمز تو ايجيبت، سلام.